يسعد أوقاتكم طلاب الأعزاء. هسه نجي نكمل البارت 2 من محاضرتنا اللي تخص كلاس 3 و 5 توت بريبريشن. وهاي المحاضرة راح نحكي عن الكلاس 5 توت بريبريشن فور أمالجام. قبل ما نبلش المحاضرة راح نستذكر شوي بشكل بسيط شنو هو الكلاس 5. الكلاس 5 لما تكون عندنا defects أو filling أو caries بالبكال surface of posterior teeth أو anterior teeth, أو لما يكون عندي caries أو defect بالpalatal surface of posterior teeth. وإذا تذكرون حكينا إنه الanterior teeth لما يكون عندي caries أو defect بيها palatally راح تعتبر class 1. ليش؟ لأنه palatally of anterior teeth حيكون عندي pits and fissures, وclass 1 هو for pits and fissures, في حين الclass 5 هو smooth surface caries, فراح يكون على يكون السطح مالتي smooth. نبلش بمحاضرتنا نحكي عن الclass 5 شنو هي الماتيريال اللي ممكن استخدمها حتى اسوي filling of class 5. راح بإمكاني أن أستخدم الأمالجام, وبإمكاني أستخدم كومبوزيت, وبإمكاني أستخدم resin modified GIC class ionomer, وبإمكاني أيضا أستخدم الكومبومير. طيب شنو هو الانديكيشن مالتنا للأمالجام؟ شو وقت راح أستخدم الأمالجام؟ ممكن أستخدم الأمالجام في حال عندي كان الكيريز إندكس للبيشنت عالي, يكون البيشنت مالتي باد أورال هايجين وعنده إكستنشن أوف كيريز إن موست أوف بكال سيرفيسز أوف ذا تيث. هاي الحالة حأفضل إنه أستخدم الأمالجام لهذا البيشنت. أيضا في حال كان عندنا البيشنت عنده إيروجن أو أبريجن. طيب يجي أحد يسألنا شنو هو الإيروجن؟ إيروجن يعني يكون عندي أني ديفكتس على البكال سيرفيس أوف ذا توث, لكن هذا الديفكتس هو مو سبب الكاريز وإنما بسبب الأسيد أتاك. أسيد أتاك يعني يكون الكونسيوم مالت البيشنت عفوا الكونسبشن أوف البيشنت للأسيدك فود عالي, أو الأسيدك بيفرج العصاير الحامضية يكون عالي, فرح نلاحظ عند هذا الشخص يكون بالبكال سيرفيس بمنطقة الكلاس 5 رح نلاحظ وجود هذا الشكل واللي نسميه الإيروجن. في حال الأبيريجن, الأبيريجن هو عبارة عن السبب أيضا هو مو it's non-bacterial, it's of non-bacterial cause, ويكون سببه إنه الشخص يستخدم فرشة أسنان ومعجون الأسنان, وأثناء عملية التفريج يكون أجريسيف بهاي المنطقة, فنلاحظ عنده هذا الشكل إنه تكون أسنانه مثل المكسورة أو مثل المبرودة, فهاي رح أسميها أبريجن. فيكون الإنديكيشن مال هذا الكافيتي هو يكون الأمالجام. السبب إنه الأمالجام يكون more resistant للوير than composite, فأفضل إنه نستخدم الأمالجام. أيضا في حالة الشخص اللي يكون عنده sensitivity, وهاي sensitivity يكون المريض يكون عنده recession بالأريا, الrecession كان سببه إنه مثلا يكون عنده periodontal disease أو يكون يعني periodontitis, أو يكون مثلا بعد periodontal surgery, فإذا neck of the teeth راح تكون مبينة, فحتكون sensitivity مالته عالية. فإذا هذا الشخص بعد هاي الإجراءات وهاي العملية سوينا إلى desensitizing باستخدام material خاصة وما فايد وياه, فرح نلجأ أنه نسوي له filling class 5 ممكن نستخدم بها الأمالجام. طيب من ضمن الانديكيشن الاخرى مالتنا انه لما يكون اقدر استخدم الامالجام لما يكون عندي ان استاتيك اريا. وين هاي الان استاتيك اريا؟ تكون lower posterior teeth, كان يكون عندي
بريمولر أو يكون عندي مولر، هاي المناطق تكون من بين. في حين مثلا البريمولر والمولر للأبر تكون واضحة، فما رح أستخدم الأمالغام على مود أسوي فولينج بكلاس 5. طيب أيضا ممكن أستخدمها لما يكون عندي مثلا أستخدم أريد أحط RPD Removable Partial Denture، هنا عندنا رح يكون البريمولر والمولر مكانها مكان الكلاسب of RPD، فرح تكون هاي المنطقة عرضة للوير أثناء الانسيرشن والريموفال of RPD clasp. فأيضا أفضل أنه لما يكون نستخدم فولينج فرح نستخدم أمالغام، لأنه نرجع ونقول الأمالغام هو more resistant than composite. أيضا في حال الإيكونومي، السبب الاقتصادي أنه يكون البيشنت عنده concern للسعر، طبعا كنا نعرف أنه الأمالغام هي كفاينت هي أرخص بهواية من الكومبوزيت. ظلت ملاحظة أخيرة بالنسبة للأستيتيك أريا، في حال أنه مثلا كانت الفولينج مثل ما ذكرنا posterior premolar أو molar، وإحنا شفنا كان تقديرنا أنه ممكن نحط أمالغام فولينج بيها، لكن البيشنت كان عنده استاتيكلي كونسيرن بهاي المنطقه، فبهالحاله اني او يفضل انه نحط الفولينج مالتنا كومبوزيت، لانه مراعاه البيشنت ديزاير هي جدا مهمه. بالاضافه الى انه nowadays الامالغام عفوا الكومبوزيت البروبرتيز مالتها صفاتها يعني خواصها وخصائصها تطورت جدا عن الماتيريال السابقه، وخلينا نقول اوفركم الديس ادفانتج اللي كانت بيها الماتيريال السابقه. طيب نجي نحكي شوي اثناء او قبل ما نبلش الكافيتي بريبريشن مالتنا، من المهم جدا نسوي ايزوليشن للتوث. ايزوليشن مالتنا راح يحمينا من السلايبا، رح يحمينا من الفلويد from the sulcus gingival fluid sulcus، وأيضا رح يحميني إذا صارت gingival bleeding أو hemorrhage. كل هاي التفاصيل مهمة أثناء ما أنا دا أسوي caries removal أو دا أسوي cement، دا أريد أحط base of cement أو أريد أسوي الفولينج مالتي. ليش؟ لأنه في sometimes إحنا أثناء preparation مالتنا صار عندنا exposure، احنا مثلا ما مسوين good isolation، وهذا exposure هو pinpoint exposure صغير plus traumatic exposure. شنو التروما؟ عندنا two types of exposure، pathological exposure و traumatic exposure. pathological exposure عفوا exposure يصير نتيجة انه احنا نسوي removal للكاريز الى الحد اللي انفتح البلب شوي، هذا نسميه pathological exposure. أما الـ traumatic exposure فهو يصير بسبب الطبيب إنه كان aggressive أثناء الـ preparation مالته. فهسا نرجع نقول في حال مثلاً كان الطبيب aggressive بالـ preparation مالته وصار نقطة انفتح البلب وصار عندي exposure، ولكن هو ما كان عازل بالطريقة الجيدة، فرح تجي بكتيريا من السلايبة تدخل inside the pulp chamber. بهالحالة رح نضطر نسوي root canal treatment للتوث. ليش؟ لأنه البكتيريا من السلايبة فاتت inside the pulp وسوت inflammation، وأي procedure ثانية حتكون failed، حيصير بها failure في حال حاولنا يعني نسيب التوث أو نحمي التوث. لكن في حال إحنا مسوين good isolation وعازلين والتوث completely dry وصار عندنا pinpoint exposure، يعني pinpoint المقصود بي قد راس الدبوس plus إنه هو traumatic exposure. ليش traumatic؟ لأنه بالtraumatic معناته ما عندي بكتيريا
بالباثولوجيكال اكسبوجر يعني معناتها عندي بكتيريا، لانه انا اذا اشيل الكيريز الى المرحله اللي وصلت بها للبلب قريبه على البلب، فاني كيريز معناتها عندي بكتيريا. في حاله الباثولوجيكال هو ما بي بكتيريا، ففي حال اني كنت عازله وصار عندي بين بوينت اكسبوجر بالاضافه الى انه هو تروماتيك اكسبوجر بهالكرايتيريا الثلاثه، فاني I can save the tooth. How come؟ لانه اقدر اسوي شيء اسمه direct pulp capping، انه نحط كالسيوم هيدروكسيد على التوت وننتظر فتره من 6 الى 8 اسابيع، بعدها ممكن يصير bridging يتسكر هذا ال pinpoint exposure و I can save the tooth. تمام؟ otherwise لا we should do endodontic treatment. فلهذا الايزوليشن جدا مهم حتى يحمينا البلب during caries removal، خاصة اثناء البلب exposure. نقطة الاخرى انه اني اثناء عملية السمنتيشن واثناء عملية الفولينج لازم من شروط الكافيتي مالتي it should be completely dry حتى احصل على الفيزيكال والميكانيكال او الماكسيمم فيزيكال وميكانيكال بروبرتيز للفولينج ماتيريال مالتي. طيب نحكي انه الايزوليشن مالتي شنو هي وسائل الايزوليشن مالتي. ممكن ابسط وسيله للايزوليشن اللي هي استخدم الكوتون رول، هي طبعا ما تنطينا ايزوليشن 100% لانه بين فتره وفتره راح خلينا نقول تتشرب بلعاب البيشنت و I should replace it with the new ones. الطريقة الأخرى اللي هي أستخدم retraction cord نسوي له insertion بالgingival sulcus، وعندنا سايزات مختلفة لل retraction cord على حسب الدبث مع الgingival sulcus اللي يختلف من patient إلى آخر. هذا من مميزات ال retraction cord إنه بعد ما أسوي له insertion بنتيجة الفلويد الجنجايفال فلويد راح يسوي له ريزوربشن للجنجايفال فلويد وراح ينفخ شوي على ريتراكشن كورد، من ينفخ شوي يفتح لي او يبعد لي الجنجيفا عن التوس سيرفيس فاقدر اسوي بريبريشن لهاي المنطقة. الطريقة الافضل من الطريقة الاولى والثانية هي اني استخدم رابر دام، لانه الرابر دام راح ينطيني كومبليت dryness للأريا عن التانج وعن السلايفة وعن اللبس وعن every fluid عن all the fluids. okay. طيب بطريقة الايزوليشن ايش حصلنا احنا؟ we are protecting the gingiva، أمننا good access بالإضافة إلى أنه we eliminate seepage of circular fluid، منعنا circular fluid للcavity preparation أو للrestorative material. طيب نجي نسولف هسا عن الـ class 5 tooth preparation step by step ونبلش بالoutline form. طبعا الoutline form أول شيء حتى نسوي الoutline form بدنا penetration راح نستخدم round bear. round bear perpendicular راح نفوت عمودي على التوث سيرفيس، راح اسوي البنتريشن مالتي بالراوند بير بالدبث المطلوب اللي هو متفقين عليه 1.5 ملي. اوكي سوينا الدبث سوينا البنتريشن، لازم نكون عموديين على التوث سيرفيس. بعدين راح نشيل الراوند بير، راح نستخدم فيشر بير على مود نرسم الاوتلاين فورم مالتنا. الاوتلاين فورم مالتنا راح يكون على شكل trapezoidal أو يكون kidney shape. trapezoidal أو kidney shape يعني ليش اختارينا هذا الشكلين؟ لأنه we are always following the anatomy of the tooth. فحتى نكون as conservative as we can. تمام. ننتقل على ال resistance form. عفوا قبلها على ال outline form. الاوتلاين فورم احنا لما راح نرسم الاوتلاين فورم لازم نشيل كل الكيريز اللي موجوده عندنا ضمن الوول، كل الكيريز اللي موجوده ضمن
wall بحيث ننتهي إنه نحصل clean walls. لكن في حال بقت caries بالaxial wall فما أشيلها بهاي المرحلة، أشيلها بالمرحلة القادمة بعد رح بس نوصلها رح أحكي عليها. تمام، نجي على resistance form. متفقين resistance form لازم depth مالت الكافيتي مالتنا تكون 1.5 مليم، وتكون عندنا الاكسيال وول مالت اوف كافيتي لازم تكون it should not be flat. يعني هذا الاكسيال وول اللي تشوفون هذا الداخلي، هذا الوول it should not be flat. ليش؟ شوفوا هاي الصورة أوضح. هذا الوول لازم ما يكون flat. ليش لازم ما يكون flat؟ لأنه إذا تلاحظ الـ outline of the tooth بهاي المنطقة هو convex مائل، فإذا أنا جيت هنا وصار عندي flat بهالطريقة، أول شيء راح يكون عندي الدبث هنا هو غير مساوي للدبث هنا، فهنا راح يكون فرضا أنا فايت هنا 1.5، هنا ما راح يكون 1.5 فراح يكون أقل، فتكون الكافيتي أو عفواً الفولينج ماتيريال معرضة للفراكشن. طيب قررت أمد البريبريشن مالتي موردي، بهالحالة راح أكون عرضت التوث أو عرضت the pulp of the tooth to be exposed، راح أسوي ممكن exposure. لذلك I should follow the anatomy of the outline وأيضا أكون slightly convex following the anatomy of the tooth. تمام، حتى ما يصير عندي أي hitting lip. نكمل. الكيفو سيرفيس لاين انجل مثل ما متفقين دائما تكون 90 إلى 110 درجة، أي وحدة على حساب الأخرى ممكن تأدي فراكتشر للجزء الثاني. الانترنال لاين انجلز كل اللاين انجلز راح تكون عندي راوندد حتى ما تصير عندي ستريس كونسنتريشن اريا، وأشيل الانسبورتد انامل حتى ما يصير عرضة للفراكتشر بالمستقبل وتصير عندي فيلير of my falling. The mesial and distal wall it should be slightly diverged. يعني دنلاحظ هاي الصورة. شوفوا the mesial والdistal wall slightly diverged. شو يعني diverged؟ يعني مفتوحة لبرة. يعني إذا أجي هنا أنا أشوف the outline internally وشوف the outline externally، راح تبين عندي الاكسترنالي اكبر من الانترنالي، فاني معناته هنا عندي دايفرج. السبب انه يعني هذا it will give me more resistance، لانه الاناتومي للانامال رودز بهاي الاتجاه الانامال رودز بهاي المنطقه حتى I should diverge حتى ما يصير عندي unsupported enamel وبالتالي يكون عرضة للكسر. الأوكلوزال والجنجايبال وول راح يكونون، هذا هو الأوكلوزال أو الإنسايزر، هذا الجنجايبال وول لازم يكونون parallel to each other حتى هذول البارالل يكونون أول شيء عمودية على التوث سيرفيس ويكونون parallel to each other. وأمنع عفوا هاي الصورة parallel to each other ويكونون عموديين على ال long axis of the tooth، وما أسوي بيهم أي convergence، يعني ما تكون أنا عندي converged منا ومنا، لأنه بهالطريقة راح يصير عندي unsupported enamel واحتمال يصير عندي fracture بالمستقبل. تمام، هسه نسولف بال retention form لل amalgam following for class 5. بالنسبة للretention form راح أسوي يا أما pins عفواً يا أما راح أسوي retentive grooves أو أسوي retentive holes. الاختيار بيناتهم ما بين الholes والgrooves راح يكون على حسب حجم الكافيتي مالتي. في حال كانت كبيرة راح أختار الجروفز، وفي حال كانت صغيرة راح أختار الهولز. طيب شلون أول شيء راح نقول شنو البوزيشن مال الريتينتيف مينز. دائما أختار البوزيشن مالتي
هي تكون شوفوا هذا اللاين انجلز اكسيو جينجيفالي او اكسيو اوكلوزالي لاين انجلز. بهاي المناطق راح اختار البنس او عفوا الريتينتيف جروفز او هولز، بالاضافه الى عفوا method of placement راح نسوي ال retentive holes. راح استخدم round bear احط hole بال راح نستخدم ال round bear حتى نحط ال holes مالتنا بال axio occlusal line angles. راح اختار بكل زاوية احط one hole باستخدام round bear ربع round bear صغير، احط هنا هو هنا هو وايضا هنا واحد وهنا واحد. في حال كنت اريد اسويهم grooves راح امد round bear اوصله بالround bear الاخر، عفوا باستخدام round bear راح امد groove مالتي من هذا الhole الى هذا الhole. نفس الشيء بالنسبة إلى الجهة الأخرى، وأستخدم أما راوند بير أو فشر بير صغير ويكون الدايركشن مالتي باتجاه 45 درجة. لاحظوا يعني أنا أكون اتجاه مالتي بهالطريقة، تمام، أو بهالطريقة، ما أكون عمودية على السن بهذا الاتجاه. ليش؟ لأنه لما نكون عموديين بهذا الاتجاه على اتجاه الأكسيال وول راح يكون اكو احتمال we are hitting the pulp، ممكن يكون الكافيتي مالتنا اعمق من هاي، فاكو danger انه I might hit the pulp. بلس الهدف من الretentive holes او grooves انه يكون retention، يعني لما يكون عندي force تجي على الفولينج حتى تطلع الفولينج لبرا فالholes او الgrooves راح تمنع هاي العملية. ففي حال كان الاتجاه مالتها بهاي فهي راح تكون بنفس اتجاه الفورس فما راح استفاد منها، في حين اذا كان الاتجاه مالتها يعني على حساب الاوكلوزال وول او عفوا الاوكلوزال وول او الجنجيفال وول بهذا الاتجاه يعني، فهنا راح تمنع الديسلوجمنت اوف ماي فيلينج. آخر شيء بعد ما كملنا الكافيتي مالتنا راح نجي هسه إذا عندنا بقايا كيريس بالأكسيال وول، هاي المرحلة راح نشيلها ونسوي كلينينج كامل ونسوي دراينس و I inspect my cavity for everything. طيب إذا نجي نريد نعدد الأدفانتج of يعني using الأمالغام، ليش اختارين الأمالغام كcavity material؟ شنو الأدفانت؟ شنو الأشياء اللي حصلتها؟ طبعاً أول نقطة حكيناها إنه الأمالغام هو is stronger than composite as a restorative material، يتحمل الوير، أوكي؟ the fracture resistance مالته عالية. plus إنه هو easier to placement، أني أسهل علي إنه أحطه. protocol of composite placement هو أصعب من الأمالغام، تمام؟ plus إنه هو less expensive للpatient، why مرضى يفضلون الأمالغام لأن أرخص لهم. آخر شيء هو رح يكون أسهل من ناحية الفينيشينج والبولشينج. طيب does it mean إنه هو الأيديال ماتيريال؟ لا طبعا، لأنه إلى disadvantage. شنو هي disadvantage؟ أول disadvantage إلى هو it's not non-aesthetic material، شكله لون الفضي الرمادي هو ما أقدر أستخدمه بالأستاتيك أريا. بالإضافة إلى أنه إحنا كل اللي حكينا من أول السنة لحد هاي اللحظة أنه we should الكافيتي preparation مالتنا لازم يكون هالقد، depth مالتنا لازم تكون الزاوية هالقد، لازم يكون الانجوليشن هالقد، لازم يكون عندي الانسبورتد إنامل مشهور. فهي تكنيك سنسيتيف، يسموها تكنيك سنسيتيف preparation مالتها تكنيك سنسيتيف، تتطلب من عندنا هواي متطلبات. So it is less conservative preparation مقارنة بالcomposite. وها هي كانت نهاية محاضرتنا، الحمد لله.
أي سؤال أو استفسار تحبون تسألوا أو تستفسروا بإمكانكم تتواصلون معي، وإن شاء الله أقدر أجاوبكم على كل أسئلتكم. إن شاء الله يسعد أوقاتكم دائماً.